واحدة من المواصفات بتاعة الديسكريت تايم فلترز هي حاجة بنسميها لينير فيز. طبعا الفلتر عموما بيغير حاجتين، بيغير الماجنتيود وبيغير الفيز. اوكي، الديستورشن الماجنتيود ممكن احنا نميك شور ان هو ما يحصلش، ان احنا نخلي الامبليتيود ريسبونس بتاعنا او الماجنتيود ريسبونس بتاعنا يبقى حاجه بنسميها اول باس. اول باس يعني بمعنى ان كل الحاجات اللي احنا عاوزينها تبقى بتعدي من غير اي ديستورشن خالص، يبقى الامبليتيود ريسبونس بتاعنا يبقى يونيفورم از ماتش از بوسيبل. اوكي، الفيز ديستورشن بقى عشان نخلي الفيز بتاعنا يبقى الديستورشن فيه اقل ما يمكن، ما اقدرش اخليه زيرو يعني زيرو ديستورشن، بس نقدر نعمل حاجه تبقى شكلها الى حد كبير ما بيأثرش كتير على السيجنال بتاعتي. فالحاجه اللي بتعمل كده هي ان انا اخلي الفيز بتاعي يبقى لينير فيز. لينير فيز زي ما احنا عارفين بيبقى مقابل لشيفت، يعني معنى كده الاوتبوت بتاعي يبقى شيفتد يعني في الفريكوانسي اللي انا عاوزها، يبقى شيفتد بس عن الانبوت، ما يبقاش فيه اي ديستورشن تاني. وده الحقيقه مقبول جدا يعني بالنسبه للابلكيشنز اللي احنا بنشوفها في البراكتس يعني. فعايزين بقى نعمل ميجر اوف لينياريتي، يعني عايزين دلوقتي نعرف اذا كان الفلتر ده لينير كفايه ولا مش لينير كفايه. ففي ميجر الناس اتفقت عليه هو بنسميه جروب ديلي. الجروب ديلي عباره عن تاو اوميجا، بنسميه تاو اوميجا، بنرسمه فيرسس اوميجا، عباره عن دي ثيتا اوف اوميجا باي دي اوميجا. يعني باخد الفيز بتاعي بتاع الفلتر واعمل له اخد الديريفاتيف بتاعه وذ ريسبكت تو اوميجا. كل ما كان الفلتر بتاعي ده شكله لينير، يعني كل ما كان الفلتر ده لينير، كل ما كان ان الفاليو دي بقت قريبه انها تكون كونستنت. كويس، فبيسك لما يكون عندنا ايديال كيس بقى اللي هي الفيز بتاعي كومبليتلي لينير، بلاقي الجروب ديلي ده عباره عن كونستنت. فده يعتبر يعني فيري جود ميجر اذا كان الفلتر بتاعي ده له لينير فيز ولا ملوش لينير فيز.